السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. فيديو جديد اليوم بغيت نشارك معكم رايب منزلي ناجح 100%. غادي يصدق معكم حتى اللي ما كيصدقلهاش، هاد الطريقه هادي غتصدق معك ان شاء الله، غير تبعي الخطوات وغادي تنجحي فيه ان شاء الله. غادي نمشيو لطريقه التحضير. واحبابنا منتظرينا عالسفرة مجتمعين، كل عام وانتو بسعادة، وتقبل الله العبادة لمتنا تحلى بسيادة رمضان. مكونات عندنا إطرو ديال الحليب، غادي نديرو نص سترو يفات فوق البوطة، منتظرينا عالسفرة مجتمعين، كل عام وانتو بسعادة، وتقبل الله العبادة لمتنا تحلى بسيادة رمضان الكريم. شهر الخير، وغادي نجيبو نديرو سترو حدا اخر. ربي امانينا واحبابنا منتظرينا عالسفرة مجتمعين، غادي نديرو فيه دانونة سعادة، وتقبل الله العبادة بنكهة الفاني. تحلى بسيادة رمضان الكريم، شهر الخير هل علينا، حقق يا ربي امانينا واحبابنا منتظرينا عالسفرة مجتمعين. وغادي نديرو سكر سنيدة، كل عام وانتو بسعادة، وتقبل الله لحسب كنتوما. شوفو نتوما واش كتبغيوه حلو ولا انا يا تقريبا درت 3 ديال المعالق. شهر الخير هل علينا، حقق يا ربي امانينا واحبابنا. شوفو الا بغيتو حلو كديرو حتى 4 ديال المعالق، ونديرو فانيا اختيار يا بغيتو ديروها ولا ديروها اللي بغيتو. وكنخلطوا المكونات حتى كيتجانس دانون مع الحليب اللي كيبان لكم في الفيديو. كل عام وانتو بسعادة، وتقبل الله العبادة لمتنا تحلى بسيادة رمضان الكريم، شهر الخير هل علينا. وهنا عندنا الحليب اللي درناه كيفات، يلا كنشوفوه بدات كتطلع البغيفات، صافي كنطفيو عليه ماشي حتى كيطلع كاع بحال هاد الشكل اللي كيبان لكم في الفيديو. صافي كنطفي عليه وكنخليه يبرد، كنديرو بالصبع ديالي الى قديت على السخونيه ديال الحليب. صافي كنخويه، ومن الاحسن تصفيوه هاد الطريقه هادي باش ينجح لكم. خصكم تصفيو الحليب وتخلطوه بحال هاد الشكل هذا. بعد ما خلطنا كنجيبو كؤوس وكنعمروهم، واحبابنا منتظرينا عالسفرة مجتمعين، كل عام وانتو بسعادة، وتقبل الله العبادة لمتنا تحلى بسيادة رمضان الكريم، شهر الخير هل علينا، حقق يا ربي امانينا واحبابنا منتظرينا عالسفرة مجتمعين، كل عام وانتو بسعادة، وتقبل الله العبادة لمتنا تحلى بسيادة رمضان الكريم، شهر الخير هل علينا، حقق يا ربي امانينا واحبابنا منتظرينا عالسفرة. بعد ما عمرتهم كنجيب واحد المنطة وكنفرشها من التحت، هذه كنخليها غير الخبز ولا الرايب بحال هكا، وكنغطيهم بالسلوفان وكنخليهم ليلة كاملة.
وحبابنا منتظرين. على الاقل تخليوهم 8 سوايع حتى وديرهم شي بلاصه تكون سخونه بالاحسن باش يروبكم في الساعه. شهر الخير ديروا بحال هذا الشكل هذا. حقق يا ربي امانينا واحبابنا منتظرينا عالسفره مجتمعين. كل عام وانتم بسعاده وتقبل الله العباده لمتنا تحلى بسياده رمضان الكريم. شهر الخير هل علينا حقق يا ربي امانينا واحبابنا منتظرينا عالسفره مجتمعين. كل عام وانتم بسعاده وتقبل بحال هذا الشكل هذا وكتخليوه ليله كامله. انا غادي نخليه شهر الخير هذه الصباح يا ربي حليت عليه صافي كنخلي كنلقاه راب منتظرينا عالسفره اللي قريب. كل عام وانتم حنايا في المنطقه الشرقيه كنقولوا رايب ما عرفتش الغرب كيفاش كيقولوا بحال دانون كيجي عاقد بحال اللي كيبان لكم. شهر الخير هل علينا انا غنوري لكم كيفاش كيجي القوام ديالو. بابنا منتظرينا عالسفره مجتمعين. كل كيجي عاقد وكيجي زوين سعادة وتقبل الله العبادة لمتنا تحلى بسيادة رمضان الكريم. شهر الخير هل علينا حقق يا ربي أمانينا وأحبابنا إن شاء الله تعجبكم الوصفة اللي شاركت معكم كتجي على هالشكل هذا. كل عام وانتو ان شاء الله تعجبكم. الى عجبتكم شو تنساوش ديروا لي جيم وتقولوا لي في الكومنتات. وشكرا بزاف على الناس اللي كدير لي كومنتات وكتشجعني. شكرا بزاف ومع فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه. واحبابنا منتظرينا عالسفرة مجتمعين. كل عام وانتو بسعادة وتقبل الله العبادة لمتنا تحلى بسيادة رمضان الكريم. شهر الخير هل علينا حقق يا ربي أمانينا واحبابنا منتظرينا عالسفرة مجتمعين. كل عام وانتو بسعادة وتقبل الله العبادة لمتنا تحلى بسيادة رمضان الكريم. شهر